محمد خاتم النبي وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لإخوان والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. سبق ليها وتكلمت سابقا على الحومة المارينية سيدي بن سليمان الجازولي، وما كتزخر به هاد الحومة من فقهاء وعلماء وقراءة ورد دلائل الخيرات اليومي وأهل الله بهاد الحومة. ومن الناس اللي نجبتهم هاد الحومة هذه الفقيه الحاج أحمد القزابري رحمة الله عليه، بالمناسبة وهو والد الشيخ المقرئ المبجل والإمام النحرير سي عمر القزابري متعه الله برضاه. الحاج أحمد القزابري من مواليد 1929 بحومة سيدي بن سليمان الجازولي بدرب البارودي، حفظ القرآن على يد الفقيه باولو رحمه الله، ودرس العلم بن يوسف على يد مجموعة من العلماء الأجلة مثل الفقيه بن عبد القادر مسو، الشيخ الرحالي الفاروق، والفقيه السي أحمد أقراب، ومجموعة من أهل العلم. قضى حياته إماما وخطيبا، كان إمام بمسجد تركيا بحي جليز وكذلك بمسجد آسيف. عاش زاهد في الدنيا غير مهتم بها إطلاقا، كان حسن الخلق عفيف الطبع شديد الحياء كثير التواضع متعلقا بالدار الأخيرة وكثير الصمت محبا لمجامع العلم والعلماء. ومن الأمور وأنا كان نهيئ لهذه الحلقة، من الأمور اللي استقصيتها من أحد المقربين منه قال لي بالحرف إن الله أكرم الحاج أحمد برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن والده كتب له الرضا بشهادة العدول، وأكد لي بأن الشيخ الفاروق الرحالي أوصى بأن يغسله الحاج أحمد القزابري إذا وافته المنية، وكان ذلك. ومن أفضل الله عليه أنه حج ما يقرب من 15 حجة واعتمر تقريبا 50 عمرة. ومن الأمور اللي أحكى لي كذلك أنه كان مستجاب الدعوة، حيث صلى بالناس صلاة الاستسقاء فنزل المطر والناس لم يتفرقوا بعد، كان هذا في الثمانينات من القرن الماضي. وافته المانية صباحة يوم الأحد 9 يوليو 1995، ودفن بمقبرة باب الكلا، وشيعه خلق كثير. وقال عنه العلامة سعد سلام الخرشي: ما رأيت رجولا تجلى عليه القرآن مثل الحاج أحمد القزابري. وقال العلامة مولاي أحمد المحرزي أبا عبيدة أن الحاج أحمد كان يضرب به المثل في غط البصر: اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أحبائي، حتى نتلقوا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم أزكى وأرقى التحيات.